بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض ليسن 2 في سوري ليسن 1 في يونت 2 بروبرتيز اوف ساوند ويفز. في الدرس ده احنا بنتكلم مع بعض عن الساوند، وقلنا ان الساوند ده ميكانيكال لونجيتيودنال ويف في البدايه خالص، وقلنا بعد كده هو ليه ميكانيكال لونجيتيودنال، وشرحنا ان هو هير ان اول direction and sound here we hear sound in all direction ليه؟ لأن هو كان بيمشي في شكل spheres. وشرحنا بعد كده ال musical tones وال noises، وهنبتدي نتكلم النهاردة على ال properties of sound waves. properties of sound waves يعني صفات الصوت أو ال الخواص بتاعته أو تفاصيله. وقلنا في الفيديو اللي فات إن احنا هنتكلم عن ثلاث حاجات، هنتكلم عن sound pitch، هنتكلم عن الساوند انتنسيتي، هنتكلم عن الساوند كواليتي. خلينا نبدا بالساوند بيتش. ساوند بيتش يعني الدرجه نفسها بتاعت الحده. يعني ايه؟ يعني في صوت بيبقى صوت ناعم، وفي صوت بيبقى في صوت خشن. يعني انت دلوقتي بروبرتي الساوند بيتش ده يعني ايه في الديفينيشن بتاعه؟ بيجي كتير جدا في الامتحانات يقول لي اتس ا بروبرتي، هي عباره عن خاصيه او صفه باي ويتش ذا اير الودان كان ديستينجويش ديفرنشيت يعني بتوين هارش اند شارب فويسز. يبقى في عندي حاجه اسمها هارش، في عندي يعني عندي صوت بيبقى اسمه صوت خشن، وصوت بيبقى ايه شارب رفيع. طبعا الصوت الشارب احنا عارفين بتاع الايه البنات، يعني هتلاقي مثلا البنت انت مثلا صوتك اكيد بيبقى ناعم، او صوتك بيكون في بنات صوتها مثلا بيكون مش ناعم قوي، بس هو برده في النهايه صوت بنت ماشي. انما صوت الولد برضه بيبقى مميز. هرجع اقول لك برضه ان في صوت ولاد بيبقى صوت رفيع، بس هو برضه صوت نهاية صوت ولد، يعني اكيد مش هيبقى صوت بنت. فكل واحد فينا ليه الصوت بتاعه. في النهايه صوت البنت بيبقى شارب ماشي، بيبقى سوفت يعني ناعم، وصوت الولد بيبقى خشن، حتى لو مش خشن قوي بس يبقى يعني باين ان ده صوت ولد ماشي، هارش او ايه او رف. فاحنا بن ايه بنميز الصوت، او بنقول ان الساوند ده ديسكرايبد از، الصوت ده بيتوصف اكنه هاي بيتشد ولو بيتشد. يعني بيبقى في صوت البيتش بتاعته عاليه، وفي صوت البيتش بتاعته واطيه او قليله. يبقى انا عندي الهاي بيتش ده اللي هو بيبقى شارب، الهاي بيتش اللي هو بيبقى ايه بيبقى شارب. هفهمك تاني بالراحه. احنا عندنا نوعين، عندنا نوع اسمه هاي بيتش ونوع اسمه لو بيتش. الصوت بتاع الناس لما الصوت يبقى البيتش بتاعته عاليه، هتقول لي ايه هي البيتش نفسها؟ البيتش دي درجه بتعبر عن او حاجه بتعبر عن الحده او عن الخشونه او النعومه. ففي حاجات بتبقى البيتش بتاعتها عاليه دي بتبقى ناعمه، لو البيتش بتاعتها قليله ده بيبقى ايه خشن. فبيقول لي هنا الهاي بيتش ساوند اللي هو بيبقى شارب او سوفت ده زي الفويس اوف وومن، الصوت بتاع الايه المراه is high pitched as it's a sharp، لان هي بتبقى sharp او is sharp. انما الناحيه الثانيه هنلاقي low pitched اللي هو بيبقى عنده البيتش قليله شويه، اللي هو the voice of man is low pitched، الانسان او الراجل قصدي بيبقى low pitched as it's harsh، بتبقى ايه بيبقى خشن. اللي انا عاوزك تعرفه ان الوومن ان المراه بتبقى هاي بيتشد ماشي، المراه بتبقى هاي بيتشد، والرجل بيبقى لو بيتش. طيب دي النقطه الاولى، وان ان المراه بتبقى شارب والرجل بيبقى هارش. طيب دي اول معلومه. نفس الكلام لو احنا رحنا شفنا مثلا حاجه زي اللاين، اللاين بيبقى لو بيتش، والصوت العصفوره بيبقى هاي بيتش. صوت العصفوره زي صوت البنت بيبقى ايه بيبقى ناعم، او صوت يعني ايه يعني صوت ناعم اللي هو ما فيهوش نشاز بمعنى اصح، اللي هو اللو بيتش ده زي صوت الايه الاسد، بيبقى صوته خشن. وبالتالي احنا عندنا لما يكون الصوت خشن بيبقى لو بيتش، لما يكون الصوت ناعم بيبقى هاي بيتش. طيب دي نقطه. يبقى الساوند بيتش دلوقتي الساوند بيتش مرتبط بالايه، مرتبط بحاجه اسمها فريكوانسي. الفريكوانسي كل ما الفريكوانسي تزيد فالهاي فالبيتش تزيد. احنا
احنا بنقول ان صوت الوومن، صوت المرأة بيبقى هاي بيتشد، معنى كده ان هو هاي فريكونسي. احنا بنربط كله ببعضه، يعني انت عندك واحد عنده هاي بيتش يبقى صوته سوفت ناعم، يبقى الفريكونسي بتاعته عالي. خلينا نقرأ التجربة دي. احنا هنا بنتكلم على relation between الساوند بيتش وما بين الساوند فريكونسي. بنتكلم ما بين الحاجات دي، الريليشن ما بين الساوند بيتش اهي وما بين الايه الفريكونسي. زي ما انت شايف الريليشن هنا بتبقى دايركت، فريليشن بتوين ساوند بيتش اند فريكونسي بتبقى دايركت ريليشن. فبيقول لي هنا في الكونكلوجن ايه، ذا ساوند بيتش بروبرتي او ساوند بيتش از ا بروبرتي اوف ساوند باي ويتش ذا اير كان ديستنجويش بتوين هارش اند شارب. احنا عارفين كده الايه الهارش والشارب، وعارفين ان الهارش بيبقى لو بيتش والشارب بيبقى هاي بيتش. طيب the sound of pitched أو سوري the sound pitch depends on frequency. ال إيه ال pitch بتعتمد على ال frequency. كل ما ال sound pitch increase هتلاقي ال frequency كتير. يعني the sound pitch increase by increases إيه أو by increasing the frequency. كل ما ال pitch تزيد كل ما ال إيه كل ما ال frequency تلاقيها كتير. And vice versa والعكس صحيح، يعني كل ما ال sound pitch decrease هتلاقي ال إيه في decreasing في ال frequency. وقلنا ان دي كده معناها دايركت ريليشن، ان الساوند بيتش دايركت ريليتد مع الايه الفريكوانسي. معنى الكلام ده ان الشارب تونز ليها هاي فريكوانسي، والهارش الهارش اللي هو الخشن زي صوت الراجل كده بيبقى له فريكوانسي، يبقى له بيتشد وله فريكوانسي. مفهوم يا شباب؟ يبقى الحته دي عاوزه تقول لي ايه، هي عاوزه ترجعني هنا القصة الأولانية. أنا لما بتكلم على حاجة شارب بيبقى هاي بيتش، صح ولا لأ؟ وفي نفس الوقت هاي فريكونسي. الهارش الراجل اللي هو صوته خشن يبقى لو بيتشد وفي نفس الوقت لو فريكونسي. مفهوم يا شباب؟ طيب إيه تاني؟ بيقول لي في حاجة اسمها فايبريتنج أو فايبريشن أوف إير كولوم. ال جه يجيب يعني تجربه كده بسيطه خالص. هو بيجيب ايه زي ازازه، والازازه دي فيها ميه، والميه دي يا اما قليله يا اما ايه يا اما كتيره. يعني بص الميه هنا كتيره، وبالتالي الصوت لما هيدخل هنا هيمشي ايه، هيبقى واسع قوي كده الصوت او الموجه يعني، او ان هنا الموجه هتبقى ايه هتبقى صغيره لان هي الحته اللي ايه اللي بيتحرك فيها صغيره جدا. فاللينس اوف اير كولوم هنا صغير، هنا اللينس اوف اير كولوم ايه كبير. ماشي افهموا بس التجربه دي. المهم هو هيبتدي ينفخ في الاثنين او يبتدي يعني يعدي الهواء في الاثنين. وبيقول لي هنا ايه، ان الصوت بيعتمد على اللينث اوف فايبريتنج كولم، يعني بيعتمد على طول الايه الكولم اللي انت بتتحرك فيه. وبيشرح لي بيقول لي از لينث اوف فايبريتنج كولم انكريز، كل ما الطول يكون كتير فتلاقي ان الفريكوانسي ديكريز، تلاقي ان ايه طب انت عرفت ازاي، يعني ازاي عرفت ان الفريكوانسي هنا قليله؟ بص ما هي الفريكوانسي دي يعني ايه، الفريكوانسي دي يعني number of waves in one second، يعني عدد الويفز في one second. واضح هنا ان عدد الويفز قليل جدا لان بيتحرك في مساحه كبيره، وبالتالي الفريكوانسي قليله. فهو بيقول لي ان as length of air او vibrating air column increase، كل ما الطول يزيد الفريكوانسي decrease. and harshness يعني الخشونه increase. خد بالك بنتكلم عن الهارشنس، يعني هيبقى هارش اكتر. ما هو احنا عارفين ان اللو بيتشد لو فريكوانسي هارش اكتر خشن يعني. طيب as length of vibrating air column decrease، كل ما الطول بتاع ال air column يقل تلاقي الفريكوانسي زادت والشاربنس increase. بنتكلم هنا عن الشاربنس زي صوت المرأة. مفهوم يا شباب؟ طيب يبقى انا عندي حاجه اسمها اير كولم. كل ما الاير كولم كل طبعا بيبان في الاسئله، يعني الاسئله بتبين لي ده كله. المهم كل ما الايه ما الاير كولم انكريس فالفريكوانسي ديكريس والايه والهارشنس انكريس، ان الصوت يبقى خشن اكتر يعني. انما لو الاير كولم قليل فساعتها الفريكوانسي بتزيد، صح ولا لا؟
ويعني بمعنى ايه، ان الاير كولوم قليل فالفريكوانسي هتزيد، فالشاربنس هت ايه هتزيد. طيب في قانون هنتكلم عنه ان شاء الله في الجزئية اللي جاية، وهو بيشرح لي مسائل، والمسائل دي بتتكلم على حاجة اسمها سافرت ويل. السافرت ويل انا هفهمها لكم بالظبط في ثواني خليكم معايا بس اتاكد من معلومة السافرت. السافرت ويل هي عبارة عن جهاز، الجهاز ده بيبتدي يلف وبيكون في عدد سنان معينة، يعني بيكون في السنان دي بتطلع صوت، زي عارف انت التروس بتاعة العجلة لما تيجي مثلا تحط حاجة في كاوتش العجلة كده وتخليه يتحرك، فبتلاقي في صوت تكتكة كده بيفضل ايه بيفضل يطلع. هو بيقول لك ان التكتكة دي اللي هي الصوت اللي طالع ده، احنا ممكن نستخدمه في ان احنا نبين قصة الفريكونسي. كل ما الصوت يبقى طالع اكتر فالفريكونسي هنا بتكون ايه، بتكون اكتر، صح ولا لا؟ وبالتالي الصوت يطلع ايه، يطلع رفيع. انما لو الفريكونسي بتبقى قليلة فالصوت هيبقى ايه، فالصوت هيبقى اخشن او خشن اكتر. عموما السافرت ويل هي مسائل بتيجي سهلة جدا، وانا عاوزك تفهمها. والرسمة بتاعت السافرت بتبقى ممكن اوريها لكم، ثواني ممكن نكتب هنا سافرت ويل. بص انا بوريك سافرت ويل وهتفهم انا عاوز افهمك ايه او عاوز اوريك ايه. سافرت ويل دي ممكن نلاقي فيديو ولا ما صعب؟ ممكن نلاقي سافرت ويل هنا. شايف السافرت ويل دي هتعمل ايه؟ الراجل ده بيعدي الصوت هنا ماشي، او بي ايه، دي دوائر بتلف، وكل ما يحط الايه البتاع اللي معاه دي على الايه على السافرت ويل بتطلع اصوات مختلفة، لان هي ليها سنان مختلفة. عاوز اوريكم برضو واحدة تانية، ثواني فين هي، كانت احسن في الصورة اللي احنا شفناها في الاول، بس انا عاوز السافرت ويل الاصلية القديمة اللي هي دي. السفر طويل اصلا اشكال كتير، بس خلينا في دي يمكن اكتر واحدة انا عاوز ايه عاوز اشوف. الصورة دي بتعبر عن حاجة اسمها سفر طويل، والسفر طويل دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان الراجل ده حاطط هنا في ايديه اهو، ماسك كده، لو انا وريتها لكم، ماسك في ايديه بتاع كده ايه زي البلاستيكاية مثلا، والراجل التاني صاحبه ده عمال يلف الايه، عمال يلف العجلة دي. فلما يلف العجلة دي الترس ده هيتحرك، ولما هيتحرك هيعمل صوتك صوت، يعني ايه كل سنة هتعدي هتعمل صوت، كل سنة هتعدي هتعمل صوت. هتلاقي ايه يعني، عارف انت لما تكون مثلا العجلة بتاعتك اللي هي انت بتسوقها، العجلة العادية خالص البايسكل، وتحط في الكاوتش بتاع العجلة ده، بتحط مثلا حتة حاجة معينة مثلا بلاستيكية مثلا أو حاجة، بتلاقي في صوت تك 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 تك، صح؟ بص ده مثلا هيعمل ايه؟ بص سامع، بص انت اكيد متخيل لو جبت مروحة وعملت فيها كده صوت التكتكة اللي هيطلع. فكل ما عدد اللفات يزيد، بص كده الصوت عالي جدا، تك 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 تك، صح؟ هتلاقي في صوت تك تك جامده جدا. لما هو يقلل الصوت، يقلل المروحه شويه او يقلل حركه المروحه شويه، الصوت بيقل.
المقصود بالموضوع ده علشان ما نتوهش من بعض ان في جهاز اسمه سافر تويل. السافر تويل ده عبارة عن مروحة او عبارة عن تروس، عبارة عن حاجة ليها سن. كل ما عدد السنان يزيد، كل ما عدد السنات اللي بتخبط في اللي بتخبط يعني في الورقة تزيد، يطلع صوت اكتر، تك 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 تك، صح ولا لا؟ وكل ما عدد اللفات يزيد، يعني كل ما تلف اكتر برضو تطلع صوت اكتر. فهو بيقول لي هنا احسب الفريكوانسي. هو الجهاز ده اصلا مسؤول عن الفريكوانسي. احنا كل ده بنحكي ليه؟ بنحكي عشان مسألة. والله المسألة دي ليها قانون، لازم تحفظ القانون وتروح تطبقه بمنتهى البساطة. القانون بيقول ايه عشان تحفظه؟ ده قانون سافرت، تقعد تحفظه. القانون ده بيستخدم، او الرول دي بتستخدم عشان تحسب الفريكوانسي. فبيقول لي فريكوانسي ايكوال نمبر اوف سايكلز. نمبر اوف سايكلز زي ما شفت بتاع ده عمال يلف المروحه، عماله ايه المروحه عماله تلف، ماشي؟ فعدد اللفات، وانت عارف ان كل ترس من تروس ليه سنه او ليه سنان، اللي هي ايه الحاجات السنان اللي كنا بنتكلم عنها. ثواني هوريها لك برضو علشان ايه، اهي دي انا قصدي على عدد السنان دي، اللي هي ايه السنات دي، شايف السنات دي، السنات دي العدد ده، وعدد اللفات number of cycles اللي هتلف كام مرة، ماشي؟ يبقى هي هتلف كام مرة، لان هي كل ما سنة تعدي من هنا هتعمل تكة، صح ولا لا؟ فكل ما السنان تزيد تعمل تكات اكتر، وهتلف بقى كام مرة. بدأت كده تفهم الموضوع؟ طيب بيقول هنا number of cycles عدد اللفات، ماشي، و number of gear teeth و time in seconds. والله المسألة هتجي لك، هيحط لك شوية ارقام وتاخد الارقام دي تحطها في المساله. يعني بمعنى تعال نقرا المساله دي. بيقول لي هنا calculate the frequency of musical tune similar to the frequency of reduced tune using sever tool, rotate with velocity 960 cycle in 2 minutes. يبقى هو مديني هنا ال number of cycles، ومديني التايم اللي هو 2 minutes هنحوله لسكند طبعا. given number of teeth equal 30. يبقى هو مديني number of teeth ب 30، ومديني number of cycles 960 اهو، ومديني time 2 minutes اللي هي 120، واحسبها يطلع الايه الرقم. نفس الكلام لو هو برضو عمل حاجه ان هو بيقول لي frequency of sound produced by touching metallic plate، مديني برضو ال sever tool ب 100 اللي هي الايه اللي هي الفريكوانسي، ومديني number of teeth. هو عاوز number of teeth اللي هي عدد السنان، هو عاوز ده، ومديني السايكل، ومديني ان هي في 1 مينت، ماشي؟ فمسائل السافرت مسائل سهله جدا برضو، هنا نفس الكلام. المهم ان انت حافظ القانون وبتاخد الارقام او اللي انت الحاجات اللي هي ناقصاك وتحطها في المساله، وتبتدي ايه وتبتدي تعوض عن الارقام دي بالارقام اللي في المساله، ويطلع لك الايه النتيجه. المهم ان مسائل السافرت لازم تذاكرها كويس، لازم تيجي في الامتحان على فكره، وهي سهله سهله. السافرت سهل جدا، هو بيقول لك الارقام ايه والبيانات اللي قدامك تحطها وتعوضها، مساله التعويض عاديه خالص. وبالتالي انا بحسب الفريكوانسي. لو حسبت الفريكوانسي وطلع كتير، فهنرجع تاني للقصه الاساسيه، ان الفريكوانسي كتير معناها مور بيتش، يعني البيتش بتاعته اعلى، وبالتالي ان هو ناعم، ماشي؟ يبقى صوت البنت عندها فريكوانسي عاليه وعندها هاي بيتشد، وان هي شارب. صوت الولد عنده لو بيتش وهارش ولو فريكوانسي. والفريكوانسي بنقدر ان احنا نحسبها عن طريق حاجتين، عن طريق البيتش، ان انا اقول البيتش مثلا لو عالي يبقى الفريكوانسي عاليه، او عن طريق السافر تويل. السافر تويل اللي هي ان كل ما احسب السافر تويل سوري لما احسب السافر تويل والاقي الفريكوانسي عاليه، وبالتالي ان انا بلاقي بعرف ان هو هاي بيتش، وده بيحكمه حاجتين، النمبر اوف تيث اللي هي عدد السنات اللي في السافر، وعدد اللفات اللي انت هتلف بيها. في البارت ده انا عاوزكم تذاكروا المسائل كويس جدا، وترجعوا للمعاصر تشوفوا المسائل وتحفظوا لي البيتش، وتعرفوا ان الهاي بيتش هاي فريكوانسي. وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن الساوند انتنستي. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، ونتقابل في البارت اللي جاي. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.